Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme şifi mardana ve mardal muslimin. Ve rahim mevtana ve mevtel muslimin. Allahümme inna nes'eluka tuqa vel afafa vel gina. Allahümme ec'al khayra a'malina khawatimaha ve khayra iyyamina yevmen elqak. Elhamdülillahi ala ni'metil islami ve kefa biha ni'ma. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان فأعنا على طاعتك رمضان والبسمة اللطيفة قدر الله عز وجل أن نصوم هذا الشهر الفضيل في ظل هذه الظروف في ظروف الوباء وهي ظروف صعبة وبقدر الصبر يكون الأجر قال ربنا عز وجل واعدا وعده الحق إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال أيضا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال الإمام الشافعي والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب قدر الله ذلك مرحبا بقضاء الله وقدره أناس كثر مرضى نسأل الله لهم الشفاء سواء اللي كانوا مرضى بهذا الوباء وباء كورونا أو بأمراض أخرى نسأل الله أن يلبسهم جميعا ثوب الصحة والعافية وكان اللي ماتوا سواء بهذا المرض بكورونا أو بأمراض أخرى الموت واحدة السبب ماشي واحدة تعددت الأسباب والموت واحدة والجنائز لم تكن كما كانت وناس كثيرون حرموا من حضور الجنائز وحضور الجنائز فضلا عن الأجر الكبير الذي يحصله الحاضرون فإن الحضور حضور الناس يخفف من الألم من ألم أهالي الموتى ولكن قدر الله وما شاء فعل كل ذلك بالأجر الكبير والأجر يكون بقدر الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في هذه الظروف نحن في أمس الحاجة إلى أن نزرع الأمل إلى أن يتبسم بعضنا أمام بعض لذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف إلى التبسم وأنبأنا بأن في التبسم في البسمة صدقة فقال وتبسمك في وجه أخيك صدقة إذا كان المعروف المألوف الناس كيتلقى ويتسالموا يتصافحوا إلى غير ذلك ولكن مع هذا الوباء تعذر ذلك تماما بل هو من التدابير الاحترازية التي يجب أن نراعيها جميعا ولكن نعوض ذلك بالبسمة اللطيفة البسمة تزرع الأمل في قلوب الناس البسمة تؤلف بين القلوب البسمة تقرب البعيد البسمة اللطيفة صدقة كما أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان طبقنا هذا التوجيه النبوي هذا الذي يحقق التعايش بين الناس هذا الذي يزرع المحبة بين الناس وما أحوجنا إلى ذلك كله النبي عليه الصلاة والسلام يصفر حاغي دينا دونا ريض صندوق قوذ من إجماس قوذ من التماس يسعى الأجر الصدقة صدقة ماشي الميفكا ذريم ثين على كل حال الصدقة بلا شك ولكن باش هذا ديني صدق قوذ بياض تتزو السيرم ذقولاوان تتقرب دوني فاذان تتزو الحمالة يريم ذانا
ونحواج تمثلتك خاصة دي زمانة دي نتسيدير أكو ذوطانا جين كورونا ثير فضل ربي إن شاء الله في لنا مرة في خلقي مرة إن شاء الله تعيو الشدة وباش هذا نظر باللي غاسك لانت الجنازات والزمان الغشي كواد حضران ماشي أمام من الوقت عدان ما إلا ملاني مذانا وزمان مصافحا ولا مسلما بلاد ما يعوض كل شغلاكي ما يدصاد قوذ من نجماس قوذ من بولتماس ذيني تصزون السير متقولون يكتقرب نيري مثلا باش انا ميا عقل ذات مثلا باش ربي سبحانه ما الا ولا غنو كون انسان الرحمه تقولون الرحمه غد فغ ذي السير بمثلا دي فغ كواليس زيضان دي فغ ذي البسمه ينس ما يصدق وذن بياض ربي سبحانه ما بلا شك ولا انسان هذا غيرحم هذي رفذ تاعي الشده وذي رفذ البلا ودي فك ربي شفا يموضان وذي رحم ربي وقاذي يموثان وغدي ولي مرة استطن الرحمة هذي قبل ربي رمضان ون رمضان النار القيام ون القيام النار تظليث ون تظليث النار وذي قبل ربي يكل أعمال الصالحات جغون ثلويث أرثي مليليث سلام ربي في النوم.